السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد إن شاء الله على قناة مدام لمياء. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم إن شاء الله. في الدرس ديال اليوم غادي نخدمو هاد الوردانيت ديال المارغوريت، ولكن رشمة واحدة أخرى اللي غادي نعرفو فيها تفاصيل واحدة أخرى إن شاء الله. لي كولوغ اللي غادي نحتاج هما هادو اللي كيبانو قدامكم. أنا كنستعمل بيان سور الصباغة ديال فابريك، زعما لا بليبار دو طون الا الى تعطل عليا انني نلقى شي لون. الماء فاش كنبدل نغسل لي بانسو ديالي، لي بانسو ديالي، المرمى ديالي، التوب ديالي، والرشمه غنديروها انا وياكم ان شاء الله مباشره. فما تمشيو فين، خليكم معايا في درس جديد على قناه مدام لمياء. ما تنساوش ديروا لها الابوني، ما تنساوش ديروا البارطاج باش تعمل فائده، وما تنساوش تخليوا لي اللايك والكومونتير وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم جديد. مرحبا بكم، مشاهده طيبه. فاذا على بركه الله غادي ناخذ البانسو ديالي. انا غادي ندير رشمه عفوا، ندير رشمه ديالي غير بالبانسو، ما بغيتش نستعمل ستيلو هنايا ولا قلم. بون بحال اللي قلنا داك النهار، الا كنتو شفتو الفيديو السابق ديال لي مارغوريت اللي كنا خدمنا القلب ديال الورده، فغادي نديرو دابا. حنا بغينا نشوفو كيفاش نخدمو وحده فوق وحده باستعمال طريقه ديال الضو الظل، حيت تقريبا داك النهار كانت الخدمه بلا ضو بلا ظل، لان كانوا عندنا لي مارغوريت وحده بعيده على الاخرى. فاليوم غادي نحاول ان شاء الله اننا نديروهم مقاربين. انا غنتراسيهم فقط بالصباغه مثلا، لنفرض نديرو هنا وحده القلب ديال وحده، ونديرو هنا القلب وحده اخرى بهذه الطريقه. فوالا، ونديرو هنا مثلا، ولا هنا ندير مثلا هنا واحد اخر. غتقولوا لي علاش درتيها بالخضر، من بعد نقول لكم علاش. بون، ناخذ البانسو ديالي وغادي نقولوا بسم الله. اول حاجه غنخدموها هي هاد القليبات، غادي نديرهم بالاصفر. البنات بارطاجيو عفاكم لي فيديو، بارطاجيو القناه باش تعم الفائده. بزاف الناس كيسولوا على الصباغه ولكن ما تيعرفوش فين، شنو هما الروابط اولا شنو هما لي فيديو اللي كاينين في اليوتيوب على ما تلقاوهمش. فنديروا لهم واحد شويه المساعده عفاكم. فوالا، غادي ناخذ الاورانج، ندير به داك الحفيره الوسطانيه هكذا هكذا وهكذا. غادي نمسح البانسو ديالي حيت ما بغيتش الصباغه هنا تكون بزاف، ونمشي هاد شويه هنا. كتجي بحال نصف دائره، فونسي من التحت وكلير من الفوق. فوالا، كتعطي واحد لا فورم 3D بحال راها محفوره. غنزيد واحد الشي شويه هنا لتحت ديال هنا
ندير غير شويه ديال الصباغه وهنا كذلك نمشيها هانتوما البنات شوفوا كي تتبان بحال راها مثقوبه من الداخل ولا فوالا ثم غادي نبداو وغنديروا القلب ديال هذه حتى هي غادي نرسمها كلها بالخضر خضر بيستاش وبالخضر فرونسي غادي ندير ليها بحال اللي درنا في الاخرين يعني هي بالبقايا ديال داك الشويه اللي عندي في البانسو ما غاديش نكثر الصباغه ما بغيتهاش تغلبني فوالا voilà او ندوزو دابا لي بيتال نحيدو هاد الخضر نحيدو هاد الاورانج وغادي نديرو الوريضه ديالنا بلو غوز بون غادي ناخد ناخد البانسو ديالي نشلو بعدا من الاصفر حيت باقي عندي فيه صباغه صفراء ونمسحو بيان سور نمسحوه مزيان ونبدا ندير في الغوز ديالي في الغوز انا نبدا بهادي نورمالمون انا علاش درتهم هكذا مقاربين وحده وجهها هنا وحده وجهها الفوق مي هادي غيكون تكون فوق من هادي سو كيف غنبداو بهادي في لي بيتال غنبداو بهادي عاد ندوزو الاخرى وفي القلب ماشي مشكل بحال انا مازال ما بديناش لي بيتال فوالا ندير الكونتور بعدا باش نحش القليب لي بانسو ديالكم البنات منين تسالو بهم الخدمه غسلوهم سوغ بلاص انا كان وجع عندي البارح واحد الكليونط وخليت البانسو نشفات فيه الصباغه فعذبني باش نمسحو باش نغسلو منها وتشنتف انتما بحال اللي كتشوفوا ما بقاش البانسو زوين شوفوا دابا كيفاش كنمشي بحركات دائريه فكيعطيني لتحت فونسي وتيبقى اللون غادي وكيبرد
شحال ما كانوا لي بانسو جدادين البنات كيكون الخدمة زوينة، ماشي جداد بمعنى ديال جداد، وانما زوينين زعما الزغيبات ديالهم. البنات شنتفو عدبو سيعدبوني في الخدمة. فوالا فوالا نزيدو هنا عندي هاد البانسو اللي كنقول لكم مقطعه، تيعاوني بزاف باش ندخل الصباغه حيت ما فيش الزغب طويل، ف تيعاوني مزيان. فوالا ودابا غادي ناخد الابيض والغوز بيبي. غتقولوا لي علاش خديتي الغوز بيبي، غنقول لكم هو اللي غادي نديرو به ان شاء الله الظل. البنات اليوم غادي نخدمش لكم بهذا البانسو ديالي، هذا رقم 6، لان ماشي كاع البنات توفروا عليه هذا البانسو اللي اوفال من الفوق. غنخدم لكم بالبانسو البلا عادي. الوغ شنو غادي نديرو باش غادي نبداو؟ شوفوا مزيان، غادي ناخذ الغوز بيبي هو الاول. مادام قلنا هذه غتكون فوق هذه، فغنبداو بهذه هي الاولى اللي غادي تكون لتحت باش عاد نخدمو فوق منها هذه. شوفوا هذه الدائره ديال القلب ديال الورده اون فاس معاه كتكون واحد البيطال، وهنا كتكون واحد البيطال، وهنا كتكون واحد البيطال. احنا رسموهم هنا كاع. شوفوا البانسو ما كنحطوش هكا، كنحطو هكا واقف واقف، تنبرك ونجر ونخطف، نحط نبرك ونخطف. هنا غادي نديرهم دايرين واحد الشي شويه انكليني. هنا لا ميم شوز، غنحط نجر ونخطف، نحط نجر ونديرهم انكليني واحد شي شويه. فوالا ونكمل بالابيض ديالي. غنجي هنا للراس وندير وحيده، ونبدا ندير لي بيتال. نعاود على هاد واحد الشي شويه بالابيض ونستمر.
كنحط كنحط ونجر ونخطف، نحط ونجر ونخطف. نديرو هادي انكليني واحد شي شوية. فوالا بون، من بعد ما خدمنا هادي دابا غادي نجيو نخدمو هادي. غتسمحوا لي البنات على هاد الفزوقه هادي اللي كتخرج ليا هنايا، راه حيت عندي هاد البيض كنت زدت فيه الماء وزدت فيه بزاف، كان عندي شويه ثقيل وزدت فيه الماء بزاف ولا كيطلق ليا داك الماء، خصني نشري صباغه واحده اخرى يمكن خسرتها. انا نحاول نخلطها شي شويه على وعاسه. غادي نستمر دابا غنخدمو هادي. قلنا كنديرو الاولى، نحط ونجر ونخطف. عندي هادي غادي نديرها انكليني واحد شي شويه هكذا، وعندي هنا غنديرها حتى هي انكليني واحد شي شويه. هانتوما البنات، ها علاش درنا حنا الغوز بيبي. ثم هاد التحتانيه فوالا، ومن بعد نبدا نعمر. ونخطف ونخطف. هنا ملي كنوصل هنا راه كنخدم فوق من هادو. نستمر هلا، ولات كتبان لي هادي محطوطه فوق هادي، داكشي علاش هادو شي شويه غوز ماشي بويض، لانك كيعطيهم داك الظل ديال هاد الفوقانيه. غادي ناخذ الماغون ناخذ البانسو رقيق شي شويه، وغادي ندير هنا واحد هانتوما هنا كان بحال كان طابوتي. هنا حتى هو هاد البلايص اللي كيبانو هنا. هلا غادي ناخذ البيض، انا ناخذ البانسو الكبير لان هذا مش نتف عندي البيض عفوا. وغادي هانتوما هي شويه ديال الصباغه اللي دايره فيه، وغادي ندير هنا هكا ونبقى نطابوطي فوق داك الصفر.
ايه شوية منين تشوفوا الصباغة هزيتوها بزاف نقصوها في داك التويب اللي عندكم. فوالا دابا غادي نجيو نخدمو هادي. على قولة الله الأكبر غادي ناخد الغوز بيبي وغادي ندير به لي بيتال ديالي هكذا هكا كنحدد نص الانصاف هاد لي بيتال تقدروا تخدموهم حتى بهاد لي بانسو البنات هادو اللي عندكم تيكونوا هكذا. انا عندي هذا كنخدم به الكولا داكشي علاش عندي شي شويه مشنتف ملي كنت نبغي نطبق شي حاجه بلا كول تيكون عندي. انتما كتشوفوا راه باقي فيها شي شويه ديال الكولا ما مغسولاش مزيان ولكن هادو اللي كيكونوا بحال هكذا تقدروا حتى هما تخدموا بهم يعني كيعطيكم زوينين هاد لي بيتال. ثم غنكمل بالابيض هنا عاوتاني عيط لقلي الماء نعاود فوق هادي نستعمل ومازال حتى لدابا ما قلت لكمش علاش درت ليها قلب خضر ماشي صفر. انا دابا نقول لكم علاش امسح البانسو ديالي. غادي ناخذ هذا الصغير وناخذ الخضر الغالق بين هنا وشوفوا معايا دابا مزيان اش غادي ندير. غنجي من هنا ونخرج واحد العويد بحال هكذا. تنظن دابا عرفتوا علاش درت الخضر لان هذه ورده كتبان من التحت ماشي من الفوق يعني وجهها من لهي ما كنشوفوهش. شوفوا انا درت بزاف هنقص الخضر وندير لي طابوطمون ديالي بهادي نقص منها
غير من الفوق، ما نوصلش حتى الاخر. هنايا هنا نخليه شي شويه خضر. فوالا، دابا هكذا كتبان لينا راها هادي محطوطه فوق هادي، وهادي وجهها الفوق ما كيبانش وجهها الفوق، والتحت ديالها هو هذا. ونقدروا دابا نزيدو ونكبروا في الرشمه ديالنا كيف اللي بغينا، مثلا نزيدو هكا. نقدروا نزيدوا الوريقات، نقدروا نزيدوا اي حاجه، مثلا نزيدوا كان العود ديال هذه هابط. نزيدو مثلا نديرو هنا واحدة اخرى. نجي ناخد الغوز بيبي، وندير لي بيتال، نزيد هنا شي شوية صباغة. هاد الغوز الفونسي ديرو قبل ما ديرو لي بيتال، ومن بعد غادي ناخد الابيض وغادي نزيد لي بيتال هكذا في وسط من هادوك الجوج، تنخرج وحده اخرى ما هي قصر منها شي شويه. هتقولوا لي علاش؟ غتبان لكم بحال لا راه الورده كانت محلوله، وهادو بعادين يعني فونسي. ما عرفتش واش كيبان لكم التصوير مزيان اولا لا. هانكحل شويه هكا، هادي درتها قصيره نطولها شويه، ونعاود عليها البيضه هاك. نتمنى يكون واضح. بون تقدروا ديروا الوريقات الا بغيتوا، ولا تقدروا ساعات تبدلوا الرشمه كيف اللي بغيتوا اللي عجباتكم. نطول هادو شي شويه، ما جاوني قصيرين. علاش نقول لكم انا ما تخافوش بالصباغه، واخا كاع نسالي الرشمه نقدر نعاود عليها، ماشي مشكل. الا ما عجبتنيش فيها شي حاجه نقدر نصلحها. اوبس، فوالا الوغ. نتمنى الرشمه ديال اليوم تكون عجبتكم. الوغ شفنا فيها كيفاش نخدمو
وحده مارغريت تحت الاخرى، كيفاش نخدموها من التحت يعني المقلوبه، كيفاش نخدمو البوتون ديالها، البوتون دو روز اللي كتكون كبيره شي شويه ماشي صغيره بحال اللي درنا داك النهار، و كيفاش نخدمو القلب ديالها من التحت. فنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.